قدام الرئيس ان هو ما بيعملش حاجه فبيعلق. بعد فتره الشماعه كده كده التعليقه بتقع والشماعه بتبقى عريانه فبيدور له على شماعه تانية او الشماعه بتتكسر بيدور له على شماعه تانية. الاول كانت شماعه ان احنا مهربين ان احنا بنجيب من تحت السلم جبنا لهم الورق. بقى الشماعه التانية ان احنا بنضغط على الدولار. بضغط على الدولار اصلا ازاي وانا ما بتعاملش في الدولار اساسا مع البنك؟ يعني انا مالي ومال الدولار اللي في البنك المركزي؟ انا اصلا ما بتعاملش مع البنك المركزي. هو انا اللي بروح اقول للبنك المركزي انا معايا مليون دولار عايز احطهم فيقول لي لا، ولا هو اللي واخد القرار؟ طب لو طب انت بتمنعني ليه كشركه فتحها للناس لكن الشركات منتجات تمت الصنع اتقفلت؟ طب انت قافلها ليه؟ انا شركه وعايز احط مليون دولار، انت مالك كبنك؟ انت مالك تقول لا ليه؟ انا عايز احط 5 مليون جنيه دلوقتي، معايا 5 مليون جنيه عايز اروح احطهم في حسابي، يقول لي من اين لك هذا بناء على ايه؟ يعني اجيب له مصدر الفلوس؟ وانت مالك مصدر الفلوس دي؟ انت مالك يعني دي فلوسي؟ انت كبنك مالك انت مصدر الفلوس ايه؟ بعدين هقول لك عايز اشتري شقه بره مصر، عايز اطلع ادفع فلوس لابني عشان بيدرس بره مصر، عايز اروح اعمل عمليه بره مصر، الكريديت وقف والتحويل اروح على البنك عشان اقول له انا عايز اشتري حاجه بره، كميه الشروط اللي بيطلبها تخيني اريح دماغي منه خالص واروح للصرافه او اروح للراجل التاني اقول له اتفضل النبي ابعت لي الفلوس دي بره، يبعتها لي في ساعه زمن. طب انا هتعب روحي ليه هنا؟ قيود كتير اهي بتهرب الناس منك. ما انت مالك؟ انا اول مره اشوف بنك في الدنيا اجيب له فلوس يقول لي لا انا مش عايز فلوس. من جبت لي الفلوس دي منين؟ يا عم انت شغال مباحث عامه ولا ايه؟ دي شغله المباحث مش شغلتي انا. واخد بال حضرتك؟ انا دي مش بالنسبه لي دي مش شغلتي. ان انت يعني حضرتك كبنك، انا بنك اللي هيجيب لي دولار هاخده، اللي هيجيب لي مصري هاخده، اللي هيقول لي حول هحول. اجي احول 50,000 دولار بره، 100,000 دولار بره، يقول لي انت هتحولهم ليه؟ طيب انت عايز تعرف انا هحولهم ليه؟ يقول لي اصلا ممنوع التحويل غير انك هتجيب بضاعه وتمضي لي على فواتير وتمضي لي على اقرار وتمضي لي على مش عارف كذا، ان انت في خلال 60 يوم لو ما خلصتش الورق بتاعك اوقف لك البطاقه الاستيراديه واعمل عليك حجز وبنوك. ايه ده كل ده عشان هدفع مقدم؟ طب افرض ان مده التصنيع هتقعد 4 شهور، اجي اجدد تاني، انت كل ده هتعمله عشان خاطر هشتغل؟ بقول لك ايه، رايح نفسك، خد يا ابني الفلوس عندك بره اشتغل منها تمام، ولما يبقى الوقت الرسمي هبقى احطها له هنا، وانا الفلوس بتاعتي كده كده بره. خلاص انا بعدت عنك، انا سبتك من دماغي خلاص، انا مش هتحط قيود كتير عليا. طب المصانع اللي بتتعاملوا معاها في الصين موقفها ايه من القرارات الاستيراد نفذت الكلام وجابت المستندات وبعتتها محدش عايز يسجلها. وعلى فكره كلهم بيضحكوا علينا. كله بيضحك علينا. لكن هو بينفذ، انت عارف ان الصينيين فيهم ميزه ان هو بينفذ عشان عايز يشتغل. لكن هو بيضحك عليك في الاخر، يعني انت بتطلب في الفاتوره كل البيانات، هي في فاتوره بتصدر من غير بيانات. يعني النغمه مثلا اللي سايده ان الفواتير بتاعه المستوردين كلها مضروبه. ده كلام فارغ، ده كلام مش سليم نهائي، لكذا سبب، مش لسبب واحد، لكذا سبب. برضو بنرجع نقول ما ينفعش تعمم، ما ينفعش تعمم. ولما تقول 50-80% ولا 90% معنى كده ان برضو احنا بنستثني 10% الحيتان الكبار. زي ما يكون البلد بتتجهز انها تتسلم لمية شركة بس كل واحد بيقول كلامه في اتجاهه. لا، احنا ما عندناش فواتير مضروبه بالكميات دي، ولو في فواتير مضروبه بتبقى مضروبه انت حضرتك المسؤول انك تمسكها مش انك تعلي الكل. شغلك انت مش شغل انا. لما اجي اروح لمصنع في الصين، وتقدر نقدر بقى نتصل بالصينيين ونتصل بالسفاره ونعرف الصين بتدي دعم تصدير، دعم للصادرات، يبقى الراجل لما اجي اقول له الفاتوره دي ب 100,000 دولار خليها لي ب 30,000 دولار هيقول لي لا. انا باخد دعم. صح. يبقى نمره واحد انت بتاثر على الدعم بتاعه. يبقى هنا نمره واحد ان في حاجه مش مظبوطه. طيب هل في مستوردين بتجيب فواتير اقل من القيمه؟ في طبعا. يعني احنا هنضحك على بعض؟ في. لكن هل هم 80% 90%؟ لا طبعا. ليه؟
لان انت بتتكلم هنا حضرتك بقى على المستورد اللي بيروح يجيب الفواتير المضروبه اللي هي بتاعه ايه اللي هي حضرتك انت عمال تشتكي منها وبتقول من تحت السلم. ده اللي ما بياخدش دعم صادرات. المصنع مسجل ومثبت في وزاره التجاره والصناعه هناك في وزاره الصناعه هناك في الصين وبيصدر يعني عنده سجل للتصدير بياخد فلوس على صدر بمليون دولار بياخد فلوس صدر بمئتين ألف بياخد فلوس. التاني مش بياخد حاجة ده التاني بيبيع كرتونة في المحل اللي هي البضايع التانية دي بيبيع شوية الشغل بتاعه في المعرض بتاعه ما بيصدرش ده اللي بتصدر شركة كبيرة فبياخد منك وياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وكده كده هو مش عايز دعم تصدير. ده اللي كان فيه المشكلة واللي كان بيعمل الفواتير المضروبة ومش المضروبة والكلام من ده. النقطة التانية يقول لحضرتك انا بنزل اشوف المنتج في السوق بيتباع بكذا فيبقى واقف عليك انت مثلا بالسعر الفلاني. انا رحنا المعارض لفنا في المعرض والمعرض لقينا فيه المنتج بتاعك الكوباية دي بتتباع بخمسة دولار في المعرض وانت مدخلها لي بنص دولار.